السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين مع بعض نتعلم ازاي نغير الوان الصورة اللي بتبقى بالنهار واللي بيكون فيها ورود او فيها بعض الحاجات اللي تبقى متكررة، زي الورد اللي متكرر كذا مرة في الصورة او اي شيء نفس اللون. وهنشوف ازاي نغيره للون المظلم او الدارك ونخلي الحاجات دي بس اللي تكون منورة. اولا هنيجي على الفوتوشوب وهنفتح الصورة بتاعتنا وهنضغط على سيلكت، بعد كده ندوس كولر رينج، هتفتح معانا بالطريقة دي. تمام، هنلاقي هنا في علامة هندوس عليها وهنضغط على الورد. تمام كده يا شباب، بعد كده نضغط على العلامة اللي جنبيها اللي فيها علامة الزائد، وهنضغط على بعض الأماكن اللي هو ممكن يبقى البرنامج مش لاقطها كلها بنفس الطريقة. بعد كده يا شباب هنخلي دي 40 زي ما هي وهنضغط على اوكي، يظهر معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. لو لاحظنا هنلاقي ان هو مش جايب اي حاجة في الايد، يعني مفيش اخطاء في الصورة بمعنى اصح، ومعلم على كل الورد وكل الحاجات اللي موجودة بنفس الطريقة اللي احنا علمنا عليها. تمام يا شباب، هندوس بعد كده كنترول جي. كنترول جي هتبقى معانا الصورة كده بالطريقة دي، هتبقى من فوق اللاير بتاعتنا، وهنضغط عليها كليك يمين وهنضغط على سمارت اوبجكت كده، هيظهر هنا علامة معانا في الصورة، وهنكررها مرة كمان، وهناخد الاتنين اللاير دول هنكررها برضو بالكنترول جي. كنترول جي برضو هتفتح معانا اللاير، هتتكرر يعني لو ضغطنا كده كنترول جي تاني هيتكرر بالطريقة دي. تمام يا شباب، هنضغط بعد كده ندوس كنترول جي، هنحطها في جروب بالطريقة دي، وهنضغط على السهم ده وهناخد، هنسيب أول واحدة اللي هي واحد وهنمسك تاني واحدة اللي هي مكتوب جنبها واحد كوبي، وهنضغط على اللاير دي وهنيجي على فلتر، ننزل على بلور وهنفتح من بلور جوزين بلور تقريبا أو جايزن بلور، أنا ياريت تكون منطقة صح، هتيجي معانا بالشكل ده. هنضغط رقم 5 هتظهر معانا بالشكل ده، هندوس برضو على اللاير نفسها وهنكررها مرة كمان. بعد ما تكرر مرة كمان هنضغط برضو على، هتلاقي مكتوب هنا بلور ايه تحت سمارت فلتر، هنلاقي بلور هنضغط عليها وهنخلي دي 100. تمام يا شباب، بعد كده هنكررها للمرة التانية برضو كنترول جي، وهنضغط برضو على العلامة دي ايه البلور تاني وهنخليها 250، ظهرت معانا بالإيه بالمنظر ده. تمام كده، هنقفل بقى هنا وهنيجي على الصورة دي وهنضغط على العلامة أو الإفكتات اللي تحت بالطريقة دي، الدايرة اللي مقسومة 2، وهنلاقي كلمة أو تاني كلمة من تحت. تمام يا شباب، هنخليها زي ما هي كده وهنيجي نفتح اللاير بتاع الجروب تاني من فوق، وهنخلي دي لينار دوج ودي لينار دوج برضو، وهنخلي اللي تحت لينار دوج، ظهرت معانا بالمنظر ده. تمام، هنقفل الجروب بعد ما نختار لكل واحدة الإفكت بتاعها اللي هو لينار دوج اد. بعد كده ننزل تحت وهنيجي على دي اللي احنا كنا اخترناها اللي هي الألوان، وندوس بقى على العلامة هنا، هنلاقي ان هي بقت بالطريقة دي. لو انت جيت بصيت وركزت هتلاقي ان الشكل ده مش وحش، باين منه كل حاجة، ولكن في بعض الايه الاخطاء. طب تمام، هنضغط هنا، عايز انت تغيرها بأي افكت تاني يكون غامق، ولكن هنخليها لو احنا حبينا تكون بالطريقة دي ابيض في اسود. بعد ما نضغط اوكي ونقفل دي، هنيجي بعد كده ندوس على نفس الدايرة تاني وهنضغط على الكونتراست، وممكن نزود أو نقلل الألوان، ممكن نقلل اللون الأسود خالص بعض الشيء عشان بس ايه نكثف الشكل. بص بالطريقة دي اللون الأسود ظهر أكتر، وفي نفس الوقت الإيد بقت ما تحسش إن هي فقعة أوي كده أو فيها بلور جامد بالطريقة دي.
بين انها نقلل هنقلل، ولكن دي كده بتبقى الطريقة اشيك يعني، شيء افضل. حابب انت بقى تضغط هنا، وبعد كده في اضافة تانية هتلاقي كولر لقب، هتدوس عليها، هتدوس هنا هتضغط، ممكن تغير بعض الحاجات، هتلاقي في بعض الافكتات اللي تديك منظر كويس جدا يعني، لو انت محتاجها تديك بعض الافكتات. تنزل بالسهم طبعا اللي في الكيبورد تطلع بيه، زي ما انت شايف مثلا انا وقفت عند دي كده عشان يبقى مديني اضاءة برضه على الايد. بص الفرق، الفرق كبير جدا طبعا، والشكل الطف شوية. حبيت حتى ان انا ادوس هنا كده، اضغط هنا وهتلاقي دي اللي فوق العلامتين اللي فيهم 100 و100، لو جيت على اول واحدة فوق وهتقلل هيقلل من حجم الافكت اللي انت حطه اللي هو اللي فوق اللي هو ده، بدل ما كان 100% كده انا خليته مثلا 60%، فبقى المنظر اللي انتوا شايفين معانا كده، فبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناة عشان يصدق كل جديد، وتسيب تعليق تقول رأيك فيه، ولو محتاج اي افكت او محتاج اي حاجة بشكل محدد ممكن تقول لنا في تعليقات، وان شاء الله هعملها لك في اقرب وقت، وفيديو منفصل لوحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.